العملية في إكويتي جروب. مرحبا بك لينا. يعني كما ترين هذه الألوان الحمراء الطاغية لينا، ما الذي يمكن أن نتوقعه؟ الذهب يستطيع أن يسقط، ولكن العالم مما هو متخوف حتى يعطي المجال أكثر للملاذات الآمنة. بالنسبة لي أسعار الذهب من عدة حالات هي أسباب الجد سواء من دول أوروبية، بل من بلجيكا، من هولندا، من إيطاليا، وحتى عدد من الدول العربية أوقفت الرحلات من وإلى بريطانيا وأيضا المملكة العربية السعودية، كلها بذلك هذا التأثير الكبير. يعني من هذه الإغلاقات أدت بالفعل إلى التلوث باللون الأحمر. هناك مخاوف من أن يكون انتشار فيروس كورونا هذا الجديد المتحور أقوى من التأثير الجسم البشري، وبالتالي سرعة انتشاره أن تكون أكبر من ذلك. لكن لا نستطيع أن نتشائم أو نتفائل من ذلك، فهناك يعني سيكون عدد من الأخصائيين حول بالنسبة لسرعة انتشاره. فبالتالي أيضا يعني ربما الحزمة التحفيزية التي نسمعها من قبل الفدرالي الأمريكي ب 900 مليار دولار تم إقرارها من قبل زعيم الأغلبي زعيم من مجلس الشيوخ الأمريكي ماكونيل، وأيضا زعيم الأقلية الديمقراطي، ربما يعني تعطي نوعا ما التحفيز الأكبر لأسعار الذهب. بالتالي كما نلاحظ أنه أسعار الذهب عم ترتفع نتيجة عدة أسباب كما ذكرناها، المخاوف بالسلالة الجديدة، ولكن تأثير الحزمة التحفيزية أكبر وأقوى من انتشار فيروس كورونا، وهذا عم بيخلي أسعار الذهب تتوجه ل 1930 ربما نلامس هذه المستويات، ومن ثم إلى 1950 إن استطعنا. وأيضا لا ننسى أنه أحجام التداول التي تقوم في الأيام الأخيرة من هذه السنة سوف تعطي بعض التذبذبات وبعض المحدودية في التحركات في أسعار الذهب، لكن أنا أتوقع أن نصل إلى مستويات 2000 دولار للذهب رغم المحدودية في الأسعار الذهب في هذه الفترة أو على المدى القصير. نعم، طيب هذه بالنسبة لأسعار الذهب. نعم أيضا لينا فيما يتعلق بأسواق الأسهم بشكل عام، يعني وكما ترين يعني من جهة نحن لدينا البريكزيت، يعني بريطانيا كأنه لا ينقصها مزيد ربما من التعثرات في مجال اقتصادها، كيف ستتحرك أسواق الأسهم في ضوء هذه المعطيات الجديدة، ونحن يعني مقبلون أيضا على إغلاقات بالنسبة لعطلة الأعياد؟ نعم بالفعل، يعني تواجه بريطانيا عدة أمور، هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سواء كان باتفاق أو عدم اتفاق، ننتظر آخر المفاوضات قبل انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 من ديسمبر. هناك اجتماع طارئ سيعقده بوريس جونسون اليوم لمناقشة السفر الدولي، وأيضا بالنسبة للشحن من وإلى بريطانيا، بالنسبة لشحن البضائع أيضا يعني منع جميع الدول كما ذكرنا من وإلى خروج السفر من وإلى بريطانيا. كلها هذه يعني أسباب سوف تضغط على الأسهم، خاصة على أسهم الفوتسي، وأيضا والجنيه الإسترليني معرض بأن يكون أن يتراجع بقوة، فأتوقع أن تتلون الأسهم الأوروبية باللون الأحمر. وكما ذكرنا يعني هناك عدة سيناريوهات مرتقبة حول سرعة الانتشار الفيروس، هل سوف يكون تأثيره أكبر. كل هذا يعني ليس الفيروس بحد ذاته هو السبب في هذا التشاؤم، وإنما الإغلاقات التي ستحصل من وراء هذا الفيروس، سواء هل ستكون إغلاقات كاملة ستقوم بها بعض الدول الأوروبية أم إغلاقات جزئية كما اعتدنا عليها. فبالتالي لو كان تأثير هذا الفيروس يعني ومقاومته للقاحات، يعني اللقاحات ستكون يعني
ستستطيع النيل من هذه السلالة المتحورة من فيروس كورونا، فهذا سيساعد الأسواق بعودة للانتعاش. وإن لم يحصل ذلك وعودة للإغلاق، سوف نتوقع التوجه إلى الأسهم التي صعدت وارتفعت في جائحة كورونا منذ مارس عام 2021. نتحدث عن زوم ونتفليكس وغيرها من الشركات الأخرى، سوف تستفيد تلك الأسهم. لكن هل في هذا الوقت فالمتوقع أن تستمر هذه التراجعات، وأيضا الضغط سيكون أكبر على الأسهم البريطانية والباوند، لأن هناك الضبابية تسود بين بريكسيت وبين انتشار فيروس كورونا، خاصة أنه السلالة اكتشفت في بريطانيا وغيرها، أيضا عدد من الدول الأوروبية الأخرى يعني ربما ظهر هذه السلالة الجديدة، ولكن لم يتبين الآن أو لم يتم الإعلان عنها إلى الآن. شكرا لك يا لينا، يعني ننتظر فعلا ربما إجابات طبية صارمة في هذا الخصوص. أشكرك على كل هذه المعلومات. هذا بالفعل ما ننتظره. أشكرك لينا قنوع.